لا خلي بالك، ما انت مش قاعد تحضر لماتش الجزائر والمغرب كده وناس ان قطر جات لك من بعيد بتقول لك خلي بالك يا باشا احنا ابطال اسيا واحنا بالصلاه على النبي بتوع نتائج. يعني قطر منتخب ما تستمتعش وتتفرج عليه، بس منتخب ممكن يسرقك في اي لحظه. منتخب قطر بقيادة فيليكس سانشيز عنده شوية أفكار، وهي طول ما أنت ما دخلش فيك أجوان تقدر تجيب أجوان وتسرق الماتش. فيليكس سانشيز مقتنع جدا بالأفكار دي، مقتنع بالأفكار يا جماعة اللي عايز كرة جميلة مش عندنا، إحنا بنقدم نتائج، إحنا بتوع نتائج. إحنا ممكن نروح بخمس كور نسجل خمس كور نطلع كسبانين، الصحافة كلها والإعلام تطلع تقول إن قطر بتقدم إمتاع، بس هل قطر بتقدم إمتاع؟ لا، قطر بتقدم مرتدات عالمية، قطر بتاخد ضربات جزاء كتير. انا بقى اصحاب الارض يا باشا ومعروف جدا حوار اصحاب الارض في كل البطولات في العالم، فقط على قطر في بطوله وديه ايه بقى هتيجي على اخواتنا العرب وهنفقس. المنتخب القطري بيكسب المنتخب الاماراتي 5-0، هل دي مفاجاه؟ لا، ما اخر ثلاث ماتشات ما بين قطر والامارات كلها اربعات، قطر عماله تديهم اربعات كده، فقال لك بقى النوى يعني ندي لهم خمسه ونخلص موضوع الاربعه ده. المنتخب القطري سيناريو المباراه صعده في البدايه، مساك بيتفسلك، الكره اتقطعت منه عرضيه تفضل تخبط، لعيب خط النص بتاع المنتخب الاماراتي يرجع ورا، سبحان الله تيجي كرة خابطه فيه اللي هو علي سلمين، ويلا الهدف الاول المنتخب القطري. طبعا منتخب الامارات يعني بسم الله ما شاء الله، اللي هو تحس الماتش سيناريو الماتش سرق الفرق، يعني دخل فيه الجون في كبير يا جماعه في الملعب ممكن نرجع الفريق، لا مفيش. طب يلا هوب نلبس ضربه جزاء، يلا هوب معز علي سجل الهدف الثاني، يلا هو لبسنا الهدف الثالث. بس بصراحه الهدف الثالث ده جميل جدا، الهدف الثالث بتاع عبد العزيز حاتم ده جميل جدا 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 جدا، هو ضربه جزاء رابعه تقعد تبص عليها كده، الله ده ايه الجمال ده، معانا ضربتين جزاء في ماتش واحد. اه يا باشا عادي، وعلى فكره كان فيها ضربه جزاء، عشان برضو من الافكار اللي بيحبها فيليكس سانشيز هو ان انا اقفل وعندي المعز علي اديله طياره بيطير يا باشا، وهنا معز هنا اكرم عفيف تحتيهم حسن الهيدوس، بسم الله ما شاء الله. الثلاثه دول الراجل حاطط افكار هجوميه عليهم، السبعه الباقيين مهمتهم ان هم يامنوا الفريق دفاعيا بس. هو الكور الثابته يا باشا خورخي بوعلام بيطلع يضرب، خورخي بوعلام بيطلع يضرب مدافع، مش بيطلع يضرب كور بدماغه، لا بيطلع يضرب مدافع. وعلى فكره حته صعبه قوي من الاتحاد القطري، حته تجنيس لعيبه من شمال افريقيا دي بصراحه فرقت جدا 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 معاهم. كان بيقول لك اللعيبه الاوروبيين ما عندهمش لا روح ولا حماس ولا قلب ولا الكلام ده، انما اللعيبه بتاع شمال افريقيا لا يا باشا الموضوع اختلف جدا. اه تقول لي شمال افريقيا ما فيش غير خورخي واكرم بضيف وحتى كمان المعز علي، اقول لك لا، على فكره احمد علاء الدين النزل ده اصوله مصريه اساسا، فمالناش دعوه بموضوع الاصول دي، لان في لعيب ممكن يلعب في منتخب بلده الام وتلاقيه فاشل وتلاقيه مجنس في حته تلاقي الدنيا بالنسبه له مرتاحه جدا. فمش عايزين نتطرق لحته التجنيزي، بس نتطرق لحته المنتخب القطري لما بيعمل زون بيعمل زون محترم جدا، ولما بيعمل مرتدات بيعمل مرتدات خطيره جدا. الهدف الخامس الكره كانت فيها شبه تسلل، ده بعد ما طبعا مسجل خورخي بوعلام ضربه جزاء جميله جدا في الثمانيات من قلبك يحبها تقعد تتفرج عليها تسقف، بس تقعد تسقف بس حرفيا. كل ده المنتخب الاماراتي مسروق بقى، اللي هو داخل في الجون بتروح تهاجم تلبس مرتده تلبس الثاني، تروح تهاجم تلبس مرتده ضربه جزاء، تروح تهاجم تلبس مرتده الهدف الرابع حب خمسه قبل الشوط ما يخلص. طب نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه؟ نكمل هجوم. اه والله نكمل هجوم، ليه بقى؟ لان الراجل المدرب بتاع المنتخب الاماراتي اللي هو بيرت فان ميرفيك قال لك انا لو جبت جون وجبت الثاني ممكن اكمل، انما لو طلعت خسران خمسه هيروحوني. فحاول ان انا اعمل تغييرات، اغير للتيم مساكين، اغير الناس اللي كانوا خاربينها علي عندي تحت، واحد زي علي سلمين اغيره، لا محمد سالم، واغير محمد خميس، ويلا يا جماعه بقى احنا عايزين نهاجم. بس بصراحه الشوط الثاني كان ممل، كان ممل جدا لدرجه ان انت ما ينفعش تتكلم عليه دقيقه واحده غير انك تقول ان هو كان ممل. وكان اجمل حاجه فيه راسيات خورخي بوعلام، اللي هو الكره اللي جت في العارضه والكره الثانيه اللي صدها علي خصيف، بس هم دول اجمل حاجه حصلوا في الشوط الثاني. غير كده كان ملل غير طبيعي وكان رتم ممل غير طبيعي. بس قطر برضو بتدي رساله واضحه للمنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، اللي هو يا جماعه ماتش بكره هيبقى خناقه جامده، اه بس خلي بالك كده في خناقه في الشارع صغيره كده هتعديها في دول اربعه، خناقه الشارع دي لازم تركز فيها لانك هتلاقي الفار بينفخك، هتلاقي التحكيم بينفخك، فلا يعني ما تتخيلش ان فوز الجزائر على المغرب ممكن يخلي الجزائر تاخد البطوله، او فوز المغرب على الجزائر ممكن يخلي المغرب تاخد البطوله، لان الموضوع هيبقى في خناقه جامده جدا في ربع النهائي ما بين اللي هيكسب وما بين المنتخب القطري. وعقبال ما نشوف الخناقه دي هتروح على فين، فممكن تعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو ما عجبكش خناقات الشوارع دي كلها فبراحتك يا برو.